مرحبا بمتابعي ومشاهدي راديو مارس على شبكة التواصل الاجتماعي في إطار المتابعة ديال النشاط الرياضي اللي منظم هنا في طنجة تحت شعار اركض واحتفل، وكذلك أن التظاهرة هذه اللي تنظمت السبت والحد هنا بمدينة طنجة عن طريق اللجنة المنظمة ديال طنجيغون. كيشرفني باش يكون معايا كذلك السي كريم دغوني. مسيو كريم، كومو فويفو cette première édition de Tangiron? Bah bonjour d'abord à tous les amis de Radio Mars. Bah écoutez, c'était un véritable succès. On a atteint notre objectif, à savoir faire courir et faire du sport à plus de 5000 personnes ici à Tanger. On a eu des conditions climatiques idéales, pas de vent, un soleil splendide. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup d'activités. Il y avait du body attack, du body combat, il y avait du fitness, il y avait de la course à pied, du 5, du 10 km. Il y en avait pour tous les goûts. Il y avait même du cyclisme cette année. Donc je crois que pour une première édition, l'objectif a donc été largement atteint. Je remercie. معايا كذلك هند بناني اللي كذلك شاركت في هذه التظاهرة. الجمعية ديالكم السمية ديالها، فاش كتنشطوا وكذلك التقييم ديالكم بالمشاركة في هذه أول تظاهرة اللي تنظمتنا في طنجة، يمكن نقولوا أول دورة بالنسبة لهذا النوع الرياضي. بونجور، أول حاجة كنشكر المنظمين على هذا التنظيم اللي داز. سي لا بروميير إيديسيون ديال طنجيران والحمد لله سيتي بيان ريوسي. حنايا مجموعة ديال، حنا ماشي جمعية، حنا مجموعة ديال لي كوغور، جمعية لي تور طنجي أوربان رونينغ. دونك حنا مجموعة ديال المحبين ديال الجري، كنجريو مع بعضياتنا أن جروب. دونك حنا اليوم كنا حاضرين الحمد لله، قدرنا ننجحوا هذا ليفينمون والحمد لله كل شيء كان في المستوى. كذلك معايا كذلك يونس العراقي، مرحبا بك كرئيس اللجنه المنظمه. التقييم ديالكم لهذه التظاهره اللي تنظمت هنا في طنجه كما قلنا على مدار يومين؟ شكرا. الحمد لله العمليه دازت مزيان. كيف تتشوفوا طنجيران عندها اقبال كبير، وحنا الهدف منه هو نشجعوا الناس يعتنيوا بالصحه ديالهم ومن خلال ممارسه الرياضه. والكونسيبت هو الاحتفال بالرياضيون ديال المدينه ديال طنجة. كيف شفتيو الرياضيون المدينة التحقوا بنا، اللي هما مجموعة عدائين، جمعيات رياضية، مدربين. كيف شفتيو طنجي يوربان رانر عاد دابا دوا وتهم نضموا معنا اليوم والبارح نهار السبت ونهار الحد دي كورس و دي زيفينمون. تي 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 طنجي تريومف تيم تهم نضموا أنشطة متعددة. جمعية أجاكس داتليتيزم دونك نضموا اليوم 5 كيلومتر اللي جابوا معهم دي زاتلات، والبارح نهار السبت داروا 10 كيلومتر. جمعية الرحالة اللي موالفين تيديروا دي مارش داروا اون روندوني البارح في بير ديال كاريس، واليوم هنايا لا مارش في لاكورنيش. معنا لاسوسيسيون في فنيدق اللي تيديروا لي دوس ماريس اللي داروا هما دابا هذا الصباح، كان عندهم لينيسياسيون تيرويو جزء من السيركوي. هذا الحضور لان كنتم متوقعين ما يقارب واحد 3500، الرقم ارتفع على حساب كريم الدروني وصل تقريبا حتى 5000 مشارك ومشاركه. كيفاش نتوما كتشوفوا هذه الدوره هذه وكذلك الدوره المقبله؟ احنا دابا كنا شفنا بلي اكثر من 3000 واحد تسجل، ولكن في التسجيل تيكون جوج الناس ثلاثه الناس ما عندهم حتى 15 الناس، ومع كاين التسجيل بالمجان، كاين اللي تيجي وكاين اللي ما كاينش تيجي. ولكن افي دوي غنكونوا ما بين السبت وما بين الحد وما بين لاكورنيش وما بين رميلات، غنكونوا اقتربنا تقريبا 5000 واحد اللي جا شارك اللي جا تحرك وجا عندنا هنايا. دونك هذا مزيان. اذا الاهداف ديالكم تحققت من هذه التظاهره؟ الاهداف تحققوا، وغير هذا الهدف، الهدف ماشي هو العدد ديال الناس، الهدف هو الناس يمارسوا الرياضه ويعتنيوا بالصحه ديالهم ويتعرفوا على شكون هما الرياضيون ديال المدينه ويبقوا في اتصال معهم. من دابا غير هنا واقفين شحال من واحد جا، وكاين هذه المجموعات ديال العدائين بحال دابا اللي معنا، وغيقول لك بلي جاوا عندهم الناس يسولوهم اش تديروا كيفاش التحقوا بكم. حتى انا جاوا عندي الناس يسولوا، هذاك هو الهدف. الهدف هي حنا دابا غنساليو اليوم، ما تيخص الناس. عندكم شي تظاهره في المغرب غتقدروا تنظموها مماثله؟
إيه درنا دابا حنا قبل ما نجيو لطنجة درنا الرباط، درنا طنجة، درنا مراكش، دابا النوبة ديال طنجة، من بعد غندوزو لأكادير، غندوزو لفاس، غندوزو لوجدة، الداقلة، ومن بعد ملي غنكملو المدن الكبرى ديال المغرب، ديك الساعة غنزيدو دوطخ فيل، ولكن فوق ما تنبداو مدينة، هاد المدينة البخومييغ إيديسيون، من بعد تندوزو الدوزيام إيديسيون، تيبقى يتعاود، دونك حنا كل سنة غادي نعاودو نجيو، وميتا نجيو عاوتاني نبرزو شكون هما الرياضيون، ونشوفو شكون اللي باغي يساهم معانا وباغي يشجع الناس، غادي نبينوهم، وهاد الناس راه سي دي بينيفول، دونك عندهم خدمتهم، ولكن سي دي باسيوني لو سبور، وتيديروا وقتهم باش يشجعوا ديجا الجمعية ديالهم ولا الجروب ديالهم اللي يمارسوا الرياضة، ودابا معانا تيمشيو ولدات، وحنا دابا هاد طونجيران قضينا نديروه، تنشكروا الدعم اللي جانا، دونك من لي بارتنير ديالنا، وبالاخص من الولايه ديال طنجه اللي تنشكروا بزاف الدعم هما معنا حتى دابا هنا تنديو كاينين الناس اللي جاوا وساعدونا من الاول وتنشكروهم كثير على هذه المساعده وماشي حنا بوحدنا اللي تنشكروهم جميع الرياضيون ديال مدينه طنجه تيشكروا الولايه على الدعم وعلى التسهيلات اللي تعطينا جان كنشكرك على التلبيه ديال الدعوه ديال موقع راديو مارس على شبكه التواصل الاجتماعي اذا هذه اهم المعطيات اللي مرتبطه بهاد التظاهره في الدوره ديالها الاولى واللي تنظمت هنا بمدينه طنجه.